بسم الله الرحمن الرحيم، نجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان أينما كنتم. انطلق على حضراتكم سادس الأشواط، خصصت أيضا جائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة مميزة، أيضا تمنياتنا للجميع. الشعارات المشاركة هذا الشوط أيضا خصص للفيات الجعدان الحقايق، والثلاثة كيلومترات هي مسافتنا المعتادة. أروح مع المركز الأول مقدمة هذا الشوط شايم هزاع بن ناصر الخميسي مع المركز الأول. المركز الثاني الوصول من يتواجد هناك مع الثاني، ويتواجد يميل بن ناصر الرشيدي مع المركز الثاني. المركز الثالث مياس محمد بن ناصر الوهيبي على المركز الثالث والمركز الرابع. القدوم من شاهين حارب بن صالح المحروقي من ينطلق على المركز الثالث ورابع المراكز. الوصول من هملول محمد بن سليمان الوهيبي من ينطلق في هذه اللحظات على المركز الخامس. هذه النتيجة لخمسة مراكزنا الأولى المنطلقة. أعود إلى المركز الأول والنداء إلى الخمسة، السيارة تنتظر يا أهل الجعدان، حركوا حركوا منذ البداية، تابعوا مسار الشوط صحيح لانتزاعي أيضا سيارة هذا الشوط. يا سلام بقيادة شايم هزاع بن ناصر الخميسي اللي ينطلق مع المركز الأول، وبقيادة أيضا شايم إلى سيارة هذا الشوط قادما باحثا على الانتزاع جائزة هذا الشوط بشعار الجميل، ممثلا أيضا وأيضا ممثل مالكة بهذا الشعار العملاق. المركز الثاني، المركز الثاني هملول محمد بن سليمان الوهيبي على المركز الثاني. هملول القادم يا هملول على المركز الثاني. المركز الثالث الواصل في هذه اللحظات المتواجد هناك مع جميل بن ناصر الرشيدي وبقيادة شاهين على المركز الثالث. المركز الرابع مياس محمد بن ناصر الوهيبي اللي ينطلق على رابع المراكز. خامس المراكز والم سالم بن حمود المالكي اللي ينطلق في هذه اللحظات او من يتواجد شاهين سعيد بن حمدان الدويكي. هذه النتيجة. اعود الى المركز الاول، الكيلومتر الاخير ايضا مع الصدارة الشوط انطلق هناك مع شايم هزاع بن ناصر الخميسي منطلقا بهذا الشوط الجميل وهذا الشوط المثير. لكن هملول يا هملول على المركز الثاني، محمد بن سليمان الوهيبي، روح وتابع يا راعي هملول، روح وتابع يا راعي هملول من ينطلق على المركز الثاني. خطير هملول للغاية، صاحب الإنجازات الكبيرة، صاحب الإنجازات المثيرة. من انطلق هملول، انطلق هملول نحو المركز الأول بهذا الشوط المثير. السيارة السيارة يا محمود، تكتك السيارة. وصل القادم، شوف القادم الغزال حمدان بن محمد بن سالم الوهيبي اللي ينطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث مياس، من يتواجد مياس على المركز الثالث، وليتواجد أيضا هناك محمد بن ناصر الوهيبي. أعود إلى هملول إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط منطلقا بهذا التحدي الجميل. ولكن اللي غير هناك مع المركز الأول غير الغزال حمدان بن محمد بن سالم الوهيبي، انطلق نحو صدارة الشوط، انطلق نحو المركز الأول سريع إلى الصدارة. لكن القادم صدع أسعد بن غريب بن الجليبي القادم في هذه اللحظات. لكن أعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط. الغزال 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 من انتزع السيارة حمدان بن محمد الوهيبي. تهانينا والناموس على الانتزاع لهذا الشوط، والسيارة السادسة تغادر الميدان. تهانينا والناموس لمالك الغزال. المركز الثاني كان هناك، المركز الثاني هملول محمد بن سليمان الوهيبي. المركز الثالث أيضا حامل رقم تسعة شاهين أحمد بن سعيد بن سنان الحرسوسي. تهانينا والناموس. 4:31 و31 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الانتزاع الغزال حمدان بن محمد بن سالم الوهيبي.